موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع. جميعنا نعلم ما تفعله أسماك القرش: المطاردة، القتل والأكل. فمنطقة المحيط مليئة بالمفترسين الذين يتقاتلون من أجل البقاء على قيد الحياة. من الخطأ الاعتقاد بأن أسماك القرش جميعهم مفترسون، فمعظمهم قد يصبحون ضحية لبعض المخلوقات. فهل أسماك القرش هي أقوى المفترسين في المحيط؟ أم أنها مجرد أساطير لا أكثر؟ فإما أن تأكل أو تؤكل، تلك هي معركة الحياة من أجل البقاء. عند سواحل فلوريدا، غريزة القتل التي تتملك قرش الشعاب المرجانية جعلتها ضحية أحد الصيادين. صحيح إنه عدواني ومفترس وليس له منازع في أرجاء المحيط الكبير، لكنه الآن أصبح فريسة سهلة لمفترسين أخطر منه. لا نعرف من أين أتى قرش الثور المفترس الخطير. رغم أن جسمه قد تقطع، إلا أنه ما زال يحاول السباحة، فدماؤه قد جذبت أسماك قرش الثور. قرش الشعب المرجانية ليس له مفترس طبيعي معروف، لكنه الآن أصبح وجبة دسمة لأسماك قرش أخرى. عندما تعلق سمكة أو سمكة قرش بصنارة أحد الصيادين، فستصبح وجبة سهلة لأسماك قرش. موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع.